يا عم بوفي النقة زي هاتك صحة. هذا قرن وحنا نقول لهم يديرونا السنوم هذا. بالاقل بالاقل سيمبارك سيمبارك عطيني زيت حبات بيض ثلاثة زعفران بالاقل يا ولادي كل واحد ودالته باش هكا تخلو بسرعة هيا ليك انت جوج حبات بيض ثلاثة زعفران وثلاثة زعفران صح ثلاثة زعفران جوج حبات بيض حبس يا ولدي حبس الحس اللي راه في راسنا يكفينا بلا ما تزيد نتايا هاكي الصرف هاكي الصرف حسهم يسرع واش يقصدك فيه ابو زيان زوج بواكا دخان وراس وحجره البريكي صح زوج وراس البريكي تظهر مريض سي ابو زيان هيا نبرك اصبر دقيقة سي بوزيان هاك اللي وصيتني عليه مشقة كبيرة باش دبرته صح ما لا سجل شي اللي ديت عندك في الكارنيه ياه صح قالك يا مان بابا طالع
الخير بويا. خير. زادوا الدبزوا من غير شك. لا الدعوة خطر من الدبزة. شهر ربي يا ابو زيان ما تصحفش. جبت لك شهر ربي انا وراسك. تكلمي يا مراه واش وقع؟ ابو زيان انا وراسك جبت لك شهر ربي. تكلمي يا مراه تكلمي. راجل الزهره بتاع عمي سي عثمان الحداد اللي يخدم عند مراد. واش بيه؟ شال لهنا للدار يشكي. لا سرقوا له 100,000. اكد بلي مراد هو اللي سرق. طردوا من الخدمه وزاد قال لو ما يرجعلوش المال المسروق يرفع بينا دعوه للشرطه. كب من الكلب هذا سي عثمان ديالك. علاه بلاني ربي بهذا المحوس؟ ما عرفت من ندير مع الطفل هذا. شفت لك جاه ربي يتكلم معاه غير بالعقل. بو زيان برحمة الوالدين واللي دخل وانا نسال فيه ونعاود وهو يحلف ويأكد بلي ماشي هو اللي سرق. درك نشوف اذا كان هو اللي سرق والا لا. جبت لك جاه ربي يا بو زيان. ايوه مشي هو بانا وراسك. ايوه جبت لك الجهر ربي يا بو زيان انا وراسك. بويا والله ما انا يا بويا انا وراسك يا بو. شكون اللي سرق الدراهم من الحداد؟ خاطيني يا بو والله ماني داخل في هذه الخيانه. انا باي 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 خليني نفوت أبا. وصلك الموصل حتى رجعت تهدد على باك. خليني نفوت هذا ماني نطالب منك. انت اللي حبيت هذا الشيء. هاك من يدك الموصل. ما سرقتش قسم بالله ما خونت. قلت لك حط من يدك الموصل. لا خليني نفوت ما بقى لي ما نزيد نعيش معاك أبا. طيح في يدي مرة أخرى والله غير نجيبك. مراد مراد هاكل في السكة تاعك. مراد ما تيش على بابك اطلع ترقد ما تباتش برا. الله أكبر.
في ليله من الليالي طاح علينا السقف. وزيان صعيب مع ولادك قبل زوجته حنينه بزاف ماهيش كيف هادو ليال. وزيان ما يعجبش الحزامه ما توخرش من يده واللي يضغط يديها في جنبه. عمر ما درتك كيما هاد الليله الدعوه ظهر خطيره بزاف. اتطيش برا يا بنتي؟ لا ما نطاش الله يجعل ما خش نحوم برك. خلوا له الباب محلول ما عليه غير يدمر الباب بالسياسه ويدخل. ماشي حق عليه يضربوا بهذا الصيفه. مراد راه راجل برك. ما هوش كيما تتخيلي يا خالتي ماما. هادو شبان صغار وما صايبين مالي ما يديروا. الملل هو اللي بيهم هذا مكان. يا عم لقطين مجرمين ما عندهم لا كلا من لا. وهادي زينب وين راهي رايحه في هذه الليالي؟ فهمتني واش حبيت نقول لك يا سي فارين؟ واش يا غزاله تحبين نوصلوك؟ واش بيك ما عقلتهاش بنت الحومه؟ راهي مشميت البشر ما وليش تعقد بنت الحومه. واش قلت زيت انا ما طبقناش كارطه الورقه تاعي هادي هي الورقه ما تدمروش اصحابنا ها توكي اسمع خص قسمة هنا لا هذا هو حساب هاي لحسن الكارطه واش هاد السيد اللي انا تعرفوه؟ ما نعرفوش عمري ما شفته. ايا واش قلتي؟ ثلاثة كاطر وقت ثلاثة سرد ايا واش؟ حل لعب ستين
يتعلم صنعة. الإنسان اللي في يده صنعة يقدر يخدم وين يحب. لازم تدرب يدك اليمنى في الخدمة يا وليدي. هكذا باباك يفرح بيك. قولي لي ما علاش با ما بغاش يرافقني عند الحداد وكلفك انت؟ على خاطر مغبول، بحيث متلزم عليك تخدم وانت صغير. البارح في الليل لما جاي يرقد حكمته عبرة وبكى. تمنينا يا وليدي تزيد في قرايتك كيما انتاجك اللي راهم يتبعوا في دروسهم. ما عنديش زهر يا ما، بصح ما تخافيش حتى انا الحق درك نتحزم ونتعلم صنعة بالخف. شوفي با كيفاش يفرح بيا. الشهور الاولين تعلموا فيها الصنعة ما يخلصوكش، وهذه تاني ما تعجبش باباك، يقول استغلال. بنسودي ولا مازال؟ لا لا مازال. هذا وين بدي نخدم؟ السودير صعيب على كل حال. انت على بالك على كيف كان عندي سنك كنت نعرف السودي يا وليدي. المعلم فرحان بيا سوى غير طول الحال لما نضرب على لونكل بيدي له سنك. يدك اليسرى يا وليدي كاش نهار تجيب لك مصيبه هكاك عرض لك درامي اللي سلفتهم هكاك. صح با رجع حملك بزياده في المستقبل. ما تقراش وقيله العشاء؟ لا عمي بوزيان. الدروس ديالك ناجحه ولا فاشله؟ ناجحه عمي بوزيان ناجحه. قولي لامك راه وصلنا سميت لا كوبيراتيف راه يجيب لها شويه بعد غدوه ان شاء الله على خاطر غدوه ما خدمتش. ميدا تخلص على صحتك بنتو. كل بركة كبر شوية.
هذا زمان قلت لي السجاج با راح ما يمشى عليه ما نعطش عليه الله يرحمه يمشى عليه أما قلت لي مقدرني لا تشعر ودع أخفز كيفاش؟ كل يومين ثلاثة جيبي عم جديد الدار ما دخل العم ما نشوفها غير سارة واحدة نشرب وشربوا ما فهمتش في البداية عاد تشيل الذهب الذهب بالحساب في الحومة عادوا كبار لما يتلاقوا بيا سقسوني على أخبارهم ولكن صغار فهموني نزيدوا ناكلوا شي حاجة لا صحة وأنت جبي عندك باك على بالك واش وقع وعلى هذا ما قدرش ندخل للدار ياك الناس كلها عارفه بلي ما عندك حتى علاقه بالخيانه لا هيش على جال الخيانه برك يا زينب داو معقده ما نقدرش ندخل للدار ونوقف قدام بابا بعد ما تهدت عليه بالموس قولي لما فاطمه مش قاش تتهول وقولي لها باش تبعث لي فيستا سروال وقمشة بلا ما يعلم بها هذا ما تحتاج هذا مكان راكي عارفه زينب قول واش رايحين توحشك خذ وسطح الجمعة إذا بغيت أدوان ندخلوا له يعاوننا ونحيو الغبينة لو كان يجي عمر هاد الليلة تحلى الدعوة خليلو ما تضربي إذا بغيت حبة مادلين مازال 20 دولار هاك هاك ورتشو لي انا شنو انا هاك دي هذا الهرماج معك هاك هات اللي انا تشوف واه يا تعود يا ولادنا مساكين بزاف اللي تغلبت عليهم هذه المشاكل يا
مراد سلعة جديدة تخلق. إذا بغيت الحشية نروحو نشوفو الجيلة اللي ظلمة نصورو فيها دراهم كبار. 1080 شوفو مالك. هيا كوما 1080 أعطيني طرف مكسر نتاعك راني ميت بالجوع. ألف وثمانين قبلينا الدعوة يا فيه الكمبون أبني شريطة مقالة تعرض لك عشان هارد الأرض. 1000 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
وزيد مش قاش نتكلموا في ذا الباب. ما عندكش 18 عام، هذا علاش؟ هذا علاش؟ قول لي، ما تقدرش تطلب من العمال يسكنوني معاهم؟ نقدر. نقدر نطلب منهم. قول لهم باللي عندك 20 عام. يوم السي سليمان يطيب لنا طاجين بطاطا بالزيتون. طيبوا بالدوله؟ لا، السي سليمان هو اللي طيب. هو اللي كبير في الجماعه وفي النظام ما كانش اللي يدي هذا. شحال قادرين يسكنوني عندك؟ 15 يوم ولا 20 يوم بالاكثر. السي سليمان هو اللي ضرب عليك. الاخرين ما بغاش يسكنوك عندهم اكثر من جماعه. واش لازمني نخلص في هذه الفتره؟ حق الماكله تاعك بركه، الكريمه ما بغاوش تخلص. النهار كمل، نحبسوا الخدمة. مراد، كروش، لموا الدوزان، هذا هو الوقت، لموا. اغسل الدوزان مليح يا كروش. الشاب هذا يظهر عاقل، يتفاهم مليح مع الكروش على ما يظهر. كلا مليحة هذه نتاع الحمام. أصحابنا العمال يبغون نقاط. كل ليلة يلزموا علينا نصر الكرعية، خاصة القدورة على خاطر يصلي. الحمام مانيش رايح له غير على خاطر العمال. الحقيقة عندي رونديفو غدوة. عندك الزهر يا صاحبي. يا الله فامي قريب يبدا الفيلم. هذه 15 يوم السينما كومبلي، معمره الفم، ما نقدروش ندخلوا يد السينما راهي عامره. جانيتو سي بوكاري استنى فينا. شكون هذا جانيتو؟ شبيه مهنا كاس هذا. اما انا مشى بكري باش كرا. ايه على خاطر يعطيهم بلاصه ويبيعها مارشي نوار. جانيتو عفريت فلاتير. بالله فمك عمر. ولا انا خلص لك السينما. لا لا راه ما عندي دراهم. ما عندكش معني عندنا، شوف شحال. منين جبتو؟ الصباح انا جانيتو عمر خدمنا مليح في المارشي. ايه خفوا صحابنا خفوا. حراشي مرة ماشي شوفوا. انت محرك تلقاه شفتو الصباح جاب لي ربي ما يشدش السر. الحومه كلها سامعه باللي يعطي درام الخطفه لامو وباللي قايلها لو كان يحكموني خذي منهم باش ديري لي محامي مليح. مو عاقله شحال من مره ياك خبي خويا موح موح غير كان جينا قاعد نسكنوا مع بعض. انا ثلاثه فوق الدرجه سخونه ونزيد بين الاخرين. كيف تبكي يا مينو يا مينو دا حتى شيخ بالمسكينة مينو دا مينو دا يا بتدريس يا مينو دا إلى هارك وزين وانت يا الحباب تنقص علينا الأضرار يخفف عنا الهم ونسكنوا في الدار يخفف عنا الهم ونسكنوا في الدار. إذا جت عليا يا حبابنا ما نبخر وما نجيبو نوار في هاد الليلة بعد يسكنوها سعيد عمر لنوار في هاد الليلة بعد يسكنوها سعيد عمر لنوار. هنا الهيه هنا خير من الهيه حرام خالتي ما نولي لك يا الدرجة سخونة حرام خالتي ما نولي لك يا الدرجة سخونة. إذا معولين وبغيتو تسكنوها ما علينا غير نتحزموا ونسقموها ما
علينا غير نتحزموا ونسقموها. إذا باش نطيبوا قدرانا ندبرها، من يعرف يطيب يعطيك غير ما يخسرها. من يعرف يطير يعطيك غير ما يخسرها. اسقف خلو ما تجيبوا له بنايا، غادي نسقموها لجرطي ونايا، غادي نسقموها لجرطي ونايا. انا والكروس نشرو لاباي، ما نفرطوش في خدمتنا، هكذا ولات وسهرنا رانا نصيبو من فرحنا. هكذا يا ولاد وسهرنا انا وجاني تو غادي ندبرها للعوله. الكروش ومراد يدبرنا على الطباسه، ولا بغاو يبكروا الخدمه تاعهم يشرو رافاي. حاولنا شنو رافاي نفطن بالموسيقى. الحراشي يدبرنا على القدره والفرن. هاوا انا نجم ندبركم غير الكوكوت مينيت. لا كوكوت مينيت صعيبه. انت عمر لنوار. انا زون بريت وشرا. انا اللي نجيب لكم الشيره، مش هكذا اللي بغيت مولك يسيبها واجده. يا يو حكم اصحابنا حكم الله باك الخيار. عندك طيح كون غجبنا بسامير شويه طوال على هذو. سحبنا هما بنتو والحراشي جايين. الحراشي جايب معاه قيطاره حاكمه. مستعد وصور كلب صغير. هذا كلب بوليسي تاع الصح. ني خونتو السعيد. ما خونتوش، باقي تبدا فيا وحده. ربطته وضمي تاع صدري باش ما يتعبش. لف عليه وجره باش ما غيدوش الحال. لازم تعطي الحليب على خاطر عاد صغير. سموه باتشونس يا صحابنا. لا راني سميتها كولومبو. غايه. راك عاقل بنتو اللي كنا نعاون تفرجوا كولومبو في قهوه الجنينه؟ ايه راني عاقل. مرتي مرتي ما استواش فايته من بالميز. مرتي تحب كلاب صغار، قلت انا ربما. لازمنا نربوه فهمت؟ ايه نربوه باش يحمي علينا ويعسلنا الدار. روح لاكاس على بالكم، مشى السبيطار ما يبطاش ويجي، قال فيه مرض وين على بالكم به. الله يجعل ما يعطيناش. مراد صاحبك الروس تاع الصح. جانيتو ما جاش معاكم؟ ها راهو ليه معلق فوق البوطو. جانيتو هذا شامبيون دو لا تيري اصحابنا، حتى التريسيتي قادر يسرقها. وي حاكمة يا صحابنا لو كان دخلوا دو حاكمة، إذا قبضنا حتى التلفازة ندبروا عليها. يا صحابنا شحال نبغي التلفازة. حاجة كبيرة كون دخلوا فريجيدير، أنا عمري ما حليت فريجيدير. حياتكم ما تخدموا إذا بغيتوا تشلوا فريجيدير. شنو
هذيك عتيقه من يجيب ما تعجبنيش، مسخه وتصمت بزاف. الصغار كلهم انتبهوا باللي عينها فيك، انا ما دابيت تصمت عليا شويه. دعوتي مع موح ما تكملش مليح، راني شام. وصها شحال من مره باش ما تضرش من جهتك. ساعه على ساعه تحكمني من الكتف وتطلب مني باش نعطيها تشعل. عييت ما نقولها بلي ما نتكيفش وما بغاتش تحشم. انا مش تتغمس لك كذلك، ودخل الامريكان كاع كملتها لي. الحقيقه تشفني شويه المسكينه، ما عندها لا اب ولا ام. ايه مسكينه بالي هذاك، علاش تحمي وتشربها؟ لا هنا نديرو 500 دينار. العنوان ياك سجلت كيما راه؟ ايه عنوان مول الحانوت كيما راه على الغلاف، سيما داني قدور صاحب المواد الغذائيه حاسي معمش، هذاك هو. ياك عمرت كيما نعاد لك الراجل. ايه ولكن هذه هي المره الاولى اللي راح نعمر ماندا. Thank you.
تعرف يا كولومبو، تمنيت في هاد الساعة كون قاعد بحدا يما ونشرب في كاس تاع قهوة. سي سليمان قال في الفيتنام كاع الناس كيف كيف. يما بابا علاش طلقتو؟ رميتوني لوحد لوحد، خليتوني بلا واحد كي الموجة. علاش طلقو؟ علاش طلقو؟ علاش طلقو؟ علاش طلقو؟ الحرب برك درتاني لي سوندر دريس ما نعم خوكم معدي زيبلو هذا لكم تبو فيه كنت صوف لي ندخلو نخلي فيه تاريخ مندير فيه لا تيرار الدي قال لي وقع انا سبب كيما داروا باش زعما يركعوني ما تقدرش هاتسوا عليا جانيتو مهلا كاسي عارفوني بزمان كي كنا في الصام شفا جانيتو الضربة تاع الكوزينة هاديك كي كسرنا الباب ودخلنا باش نسرقو اغلقنا عليه في الفريقو قريب نسينا وكي حلينا عليه صدناها قريب يد ولا فاس اللي كنا نديروهم لي مونيتور شبا موح الليلة هذيك وين ربطنا سي محمد ربطنا في البوك تاعو هو لقد توجع عن النار في الكوفيرتا اللي مغطي بها زياطا عما علينا الدخان وسي محمد بدا يسقي هو مربوط سعد مرة فرد الحبس ما نزيدش نولي ليه نضرب ضربتي مختار الحق ربا عطوني خيوط في الحبس ضربة كبيرة راني موجود فيها من بعد نسرع عليها شوف أخوكم ها
راني فرحانه الحمد لله على هذه الساعه يا وليدي. البارح بابا كامل الليل هو ينازع، عارف اللي رايحين نتلاقوا معاك اليوم الصباح. متمني المخلوق تروح للدار تغافروا لو كان غير من العتبه. بو زيان تبدل من اللي مشيت علينا، ندمان على الماضي. ماني شاد حوض بو زيان يا امه، والله وحق هذا العيد ماني شاد له الحوض. بالحق انا عمري ولا بغيت ننتقم مني، ولكن ما قدرتش نرجع للدار. علاش يا وليدي؟ علاش مطول علينا الغيبه؟ انا بو زيان مغبونين بزاف، خوتك وخواتك حتى هما مغبونين وكلهم يطلبوا عليك. ولا سيما لي لا عمر. نرجع من بعد يا مرتي، نعهدك باللي نرجع من بعد، اما تكون في يدي سما. حل مره ترقد يا وليدي. شكون اللي راه يطيب لك؟ شكون اللي راه يغسل لك قشك؟ من بعد يا مرتي نفهمك ونحكي لك على كل شيء. ما كان لا تزيدي تساليني. ضعفت بزاف يا ولي. خدمة يا امي، بالك اش نهار نرجع للمدينة. ايدك تبربي وعلاش لا؟ هكذا تصنع لنا الفوطاجي وتزليش نتاع بيت الرقاد. صح امي. لو كان غير تلعب تمثيل في وجهك. هكذا باباك يمشي يشوفك. متمني المخلوق يشوفك ولو من بعيد. مازال يا امي، انا وراسك بركي ملكم. قولي لي الاخبار خوتي. راهم كلهم بخير وعلى خير وكلهم متوحشينك يا ولدي. أعطيني 3 كيسان مخبر. أكل زين. أسيا وش أخبارها؟ مازال ترقدوا صباحا في ما زالت. محمد وعمر مازال يديو سوكي العادة. مازالوا يدافدوا أكثر من العادة، خاصة من اللي رحت علينا. ونازل. نازلين يا وليدي رانا نستنوا فيك ترجع باش نطهروا. نازل عاود سخر، هو اللي قضي لله مريم ويغضب عليها منين تبعت ليلى. وليلى؟ ليلى هي اللي مساعدتني في الدار. تعاوني في كل شيء. تجي كل يوم للدار وكل يوم تسيق مع مريم. في خوتك ليلى هي اللي متوحشاتك. هاكي امي هذا ليك. علاش تغزل في روحك يا وليدي؟ سيدي ندير منه البيت ونزين بيه نهار اللي ترجع للدار. هذا لي شالي في اللحم هكذا. الله يخلف عليك مرة. هادو خوتي والباب زين. ايه كثر خيرك يا وليدي كثر خيرك. مين تكبري وتديري الدريات عارفه قيمه الوالدين.
تفهمي الغبينه والمره اللي نشوفوها عليكم. هات مرات هذه شويه حلوه متاع الدار فاتها لك لمريم البركه. صح امو صح زين الله يكثر خير للمريم قولها باللي بركتها نحتاجها بزاف في هذا الوقت. تاكسي من عليها الليلة نقوموا بها وقاعد تشاركوا معي كل واحد عنده قسمة الدعوة الدعوة راهي كبيرة ونقسموا 50-50 هيا بينا اما انا استفيد راهي تسنى تحت اسمعوا الصغار عندكم زوج دقائق باش توجدوا راكم ها وانت عتيقة قعدي هنا علاش؟ قعدي هنا اذا كانش مصرى ولا شوفي اذا الصغار ما رجعوش منها لساعة ها اتصلي بعزيز كاوان صاحب جيل اللي دورنا هيا هيا برانتا أختي أنا ما تفهمناش عليها الرجل موس زعما باش يخوفنا واش رايحين نديرو إذا ما تشاركوش حتى أنا ما شاركش ضربت الموس راه ما خاش منها نشاركوا في هاد الضربة باش نبين لهم بلي رجعت ومن بعد إذا بغيتو ولكن أنا نسمح لهم في حقي حتى أنا نسمح لهم في حقي مالا تفرقوا الجماعة بلا شك دعوا بدات تختار غدوة تمية تعلم فوق في لاكابان هنا في الطبقة
الثاني اللي تشوف على اليمين دارنا واللي تشوف على اليسار دار زينب. كون غير العمال يبغوا يسكرونا عندهم من جديد تساعدنا لو كان يقبلوا على خطر صحابنا خسرناها معهم نسمحوا لهم في كل شيء. غدوة انت اللي تكلم مع العمال على خطر انت يحبوك اذا بغيت ولكن هاد المرة نقول لهم كل شيء نحكوا لهم على شيء بالتفصيل. دور شحال في الطبقة الأولى شوف هذيك صالحة بنت سي عمر نط تردع ولا تعرفي الكروش في هذا الوقت أمها راهي واقفة في المطبخ راهي تكب في الترموس القهوة اللي طيبتها لبا القهوة اللي يديها معاه للخدمة الغلاية تهزها للسما راني نسمع في القهوة تشرشر وتتحقن في الترموس. أباره راجع من بيت الراحة لابس عباية بيضة وشاد بيدو طاس متاع الماء يدو الأخرى دايرها وراها عند كلوتو يستخطانا بالواحد غير بالبسياس وصل للباب المطبخ وراه يقول لما ظهري ظهري يا فاطمة راه يستر عليا وحس المعمل ما بغى يخطي ودنيا وزينب تقلي فيها الضوء بحدا تقتنا في هاد الساعة راهي قاعدة على هاي دورة نسها قرفي راهي قاعدة وكتاب مفتوح مقابلها بصباع يدها اليمنى شدة قلم ولا تمسد في نظرة للا مريم هي أمها أمها ما يشيلي ولي ولكن مربيتها من الصغر في هاد الساعة لالا مريم راهي متمدة في الجانب الأيسر بحدا بنتها لالا مريم معتبرينها احنا شبان العمارة كأم للجميع قليل وين تخرج من دارها تصنع زرابي صغار في مسكنها هذاك باش عايشين خف روحك هيا نوضو خالتي ماما الكونسيرج راهي طفت التلفازة متاعها ومشي تخرج زبل خالتي ماما فوحة شكوري عباد من عباد كما هادو ما تاش ذريعة البق فوحة غار درنا مليح اللي فارقنا حتى سعيد بونتو يكون خطأ لا ما ظنيتش يخاف بزاف من موحلة قصر عتي قوزيو بلو هما اللي خمجوا الحالة وخسروا كاع الجو ديرت الخيانة تاع الاصطافات من دبست مع موث في المركز جاني تو خرج موس باغي يخدعك وزي اللي شفته غير خرج الموس هزيت انا لارشك ما فهموش علاش ديك الليله جينا متعطلين هذا هما الحال اللي بغينا نخلوهم وسمحنا لهم في قشنا ديمقراطية وطنية والمجتمع ماهوش واحد لكن متفرق ما يزوج والمجتمع ماهوش واحد زينب مالها؟ داروا المركز وضربوها كيفاش داروا؟ عتيقة راحت للي ساعد زينب وقالت لها بلي مراد راه مجروح اللي قتلوه سليه في الحين ملي رحتوا علينا ما شفنا خير وكل يوم مصاري طاحة علينا في المركز ما راحش نرقدوا في النهار انا نديروا عصا بالدالة والشرطة راهي تحوس علينا الشرطة؟ ايه على خاطر حكموا صحاب زيو بلو وموح لاكاس راه يقول بلي البيعة جات منك انت ومراد كيفاش؟ قال بلي البيعة صرات
اللي لا يتعطسوا فيها. استنني راني جاي. هات الكلب خلاني فيها. يقولوا لي صلاة مع الشيطان، يقولوا بلي مكروه في الدين.